لا شك أن بلدية الخليل تقوم بعمل داخل المدينة، لكن ما يميز هذا العمل أنه عمل غير مبني على خطة. إجوا قطعوهم بطريقة غريبة جداً، بطريقة لم تراعي البيئة نهائياً، والحل ما كان في قطع الأشجار. أعتقد أنه هو متألم، ما عندوش يعني أي شيء ممكن يحكيه مقنع. هذا الشارع قبل سنة تقريباً تم تأهيله وتبليط الأرصفة تبعته وتم صرف مبالغ عليه. السنة هذه قررنا توسعة الشارع، فهذا يعتبر أصلاً خسارة في الميزانية تبعت البلدية. للأسف المواطن يعني وين حقوقه الصحية والبيئية بهاي الشغلة؟ بأمل إنه تكون هذه آخر مرة بتم فيها اللجوء لتقطيع الأشجار، وخاصة أشجار تاريخية، أشجار رائعة وجميلة، والشارع كان مميز الحقيقة بوجود هذه الأشجار.